مع ما نقولش شي كلمه في المجلس الوطني لحقوق الانسان، مع كامل الاسف ما نقولش فيه شي كلمه، غير بلا ما نقولش شي كلمه، لانه ماشي المناسبه وماشي من اخلاقي، ولكن اللي اخلف موعده مع التاريخ وخصوصا في المجال الصحي وفي عدد من الحوايج، اخلف المجلس الوطني مثل ما اخلفت النقابه الوطنيه. المني موقف عبد الله البقالي، المني موقف يونس مجاهد، انا زميلهم، انا صحافي، انا ما دخلش على شي حاجه، لم يكونوا في المستوى عبد الله البقالي. وانا كنسمي، انا ضد انا مع حكين بعد ما خصني نسمي، يعني ما كانش معايا مزيان عبد الله البقالي، وجا عندي العكاشه وكان النقاش، وفي الاخير تخليتي عليا، يعني مؤلم 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 الموقف ديال عبد الله البقالي، مؤلم الموقف. ها هو انا خرجت من الحبس، ولكن التاريخ يسجل ولا يرحم التاريخ. انا ماشي انسان خايب، ما عمري ما كنت ضد البلاد، وعمري ما اسات البلاد، نقدر نكون ممكن نكون كنت غير موفق في بعض التعابير، انا بشر كما كيقول عماد الاصفهاني، نقص من جمله البشر، ولكن باش يكون الثمن بهذه الطريقه. الله يا ودي مغربي بجوليدات صغيرين، الله يا ودي شنو هو الاسلام في عمق؟ هو لمسوا فيك لمسوا، شنو ندير انا كنبقى نشوف كنبقى جالس في الحبس، والله العظيم حش واحد العذاب في الحبس من ناحيه جات، كنجي للتلفزه كنشوف الصلاه الجمعه البشر كيصلي، ايه شنو الصلاه؟ شنو انا خصني نلمس الانسانيه والاسلام في رحم رحم شويه. بحال واحد المره كنتفرج برنامج ميدي ان تي في جايبين يونس مجاهد، وخصكم تشوفوا كساجين كنعيش، وجايبين واحد ثلاثه الصحفيين، ساعه ونص عباد الله، قمه البؤس والرذاءه. اش كيناقشوا؟ بطاقة الصحافة، وإن بطاقة الصحافة بأن هم الصحفي هو بطاقة، شنو كيطبخ؟ خذ بطاقة وخذ عشرة. أنا كنناقشوا بلادنا في الحبس، بو حسين في الحبس، وأنا في الحبس عندي وليدات، ولم والله ساعة ونص ما قالوا كلمة على الاعتقال. بقيت كنقول شو على بؤس على صحفيين وعلى مستوى بطاقة الصحافة وأخلاق المهنة، وإن أخلاق المهنة، وحيث أن أخلاق المهنة أزمة، هي أزمة أخلاق المهنة. حتى أعمق الأزمة بلادنا في الحبس ومخلي ولاده ما تقول حتى كلمة. مؤسف يكون شي واحد كيتربطك به شي مهنه بحال هذا، والله العظيم قلت اخ على النهار اللي فكرت نكون صحفي باش نكون مع هادو صحفيين. بنادم عاش، حنا ما كنطلبوش بنادم يكون واعر، عي شويه د الرجله، عي شويه، عي شويه، عي شويه، عي شويه د الرجله، ماشي بنادم مرين باطح يحط. الله يا ودي يا صاحبي، ساعه ونص تهضر ما تقول حتى كلمه على صحفيين معتقلين، ويسمو اخلاق المهنه ما اخلاق المهنه، حتى اش من اخلاق المهنه ولا الصحافه ولا بطاقه.